أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربة اللندنية، استياء شعبي من تباهي الحكومة العراقية بالنجاح بعد حادثة كربلاء. في البصائر، سياسة بغداد تحرم النازحين من الحقوق والمساعدات المالية. في القدس العربي، وزارة الدفاع تقول أنهينا 80% من التحقيقات بقصف مواقع الحشد. في المدى، استئناف الغارات الروسية على إدلب وتصعيد يسبق القمة الثلاثية. في البيان، الإماراتية، المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية يوقعان اتفاق مبادئ. في القدس العربي، ترامب يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تخفيف عقوبات إيران. وأخيرا في القدس أو في الخليج، الإماراتية، القضاء الاسكتلندي يبطل قرار تعليق البرلمان البريطاني. من العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات. قالت صحيفة العرب اللندنية إن زيارة مقتدى الصدر إلى طهران وظهوره متوسطا المرشد علي خامنئي والجنرال قاسم سليماني جسدت وصية المرشد الإيراني للقوى والأحزاب الشيعية العراقية بأن وحدة الطائفة فوق أي اعتبار وطني آخر، كما أن زيارة بددت الاعتقاد السائد بأن مواقف الصدر معادية للنفوذ الإيراني في بلاده، وربما تنهي مرحلة مثيرة من مسيرته السياسية. الصحيفة تضيف أن المراقبين يرون أن الثقل السياسي الذي يتمتع به مقتدى الصدر في طريقه إلى التلاشي بعدما أزال بنفسه الحدود المتخيلة بينه وبين المشروع الإيراني في المنطقة، ووضعه إلى جانب تيار الولاء المطلق لخامنئي الذي يقوده نور المالكي ويضم زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم المجلس الأعلى همام حمودي الذين طالما اختلف معهم زعيم التيار الصدري. وتنقل الصحيفة عن الكاتب السياسي العراقي فاروق يوسف قوله إن الصدر ظهر بوجهه الحقيقي كونه ينتمي إلى صنف من رجال الدين الشيعة الذين يقدمون الولاء لإيران على أي ولاء آخر إذا ما حانت لحظة الاعتراف بالحقيقة. وأكد يوسف بأن إيران لم تعد في حاجة إلى استكمال مسرحيتها في العراق والتي كان الصدر يلعب فيها دور المعارض، فبعد أن هيمن الحشد الشعبي على المفاصل الأساسية للدولة لم يعد مقبولاً أن يتم طرح مسألة الوجود الإيراني في العراق للنقاش. وقد يكون ظهوره إلى جانب سليماني في مجلس عزاء يرعاه خامنئي هو بمثابة الحلقة الأخيرة في حياته السياسية. وتشير صحيفة العرب اللندنية إلى أن مقتدى الصدر عرف في السنوات الماضية بمواقفه المتقلبة التي كان البعض يفسرها باضطراب مزاجه، غير أن الوقائع أثبتت أن التفسير لم يكن صائبا، فكل النتائج التي أثمرت عنها مواقف الصدر المتقلبة كانت لصالح تكريس الهيمنة الإيرانية، وليس هناك أي موقف يمكن التعويل عليه وطنيا، وهو في ذلك لا يختلف عن الموالين صراحة لإيران. لا مقال آخر، تكررت حالات قصف مخازن عتاد في بعض المدن العراقية، ولم يظهر غير بيان عن اجتماع لخلية الأزمة الأمنية يؤكد طلب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التحقيق في واقعة قصف مخازن العتاد جنوب غربي بغداد. مازن صاحب يتساءل في صحيفة الزمان، هل سيبقى القصف الجوي الذي استهدف عددا من مخازن السلاح بلا متهم؟
أبرز ما في الموضوع محاولات أحد رموز التواصل الاجتماعي الإسرائيلي المدعو إيلي كوهين أن يوظف هذه الوقائع لفرز صفوف المؤيدين والمعارضين من جمهور المحللين السياسيين الذين يعبرون عن وجهات نظر أحزابهم. فيبدو أن كوهين نجح في توظيف هذه العمليات التي لم يظهر المتهم فيها ليشق صفوف هؤلاء المحللين، إما بالرد على تغريداته أو استخدام مضمون تغريداته المنقولة بالعربية غير ما هي بالإنجليزية والعبرية. كل ذلك ممكن أن يتوقف عند بيان رسمي حكومي من سطرين. تلك مهمة الناطق باسم الحكومة بعد أن توقف رئيس الوزراء عن عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي لتجديد ما ذكره البيان المشار إليه أعلاه بأن تحقيقاً عراقياً من عدة أطراف أمنية ما زال قائماً ورئيس مجلس الوزراء يتابع الموضوع، ومثال ذلك زيارته الشخصية لموقع التفجير جنوب غرب بغداد. لكن يبدو أن الحكومة وناطقها الرسمي الذي لم يظهر حتى اليوم أمام وسائل الإعلام ليست من واجباته على سبيل المثال الرد على هذا الكم المتراكم من تداول مثل هذا الموضوع الذي يتعلق بصميم عمل الحكومة وسيادتها. مازن الصاحب يرى أنه لا يمكن إطلاقاً أن تبقى عمليات القصف الجوي دون متهم، وسيانا من يكون فلا بد من إجراءات حكومية يكشف عنها أمام الرأي العام المتلهف لمعرفة موقف الحكومة. إلى مقال آخر، يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خيارين، إما أن تعيده الانتخابات وبعد أيام إلى السلطة، وإما أن يذهب إلى السجن بتهمة الرشوة وإساءة الأمانة. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أن نتنياهو يتحدى العالم والشرعية الدولية وكل العرب والمسلمين، لذلك فهو يستخدم كل ما لديه من أسلحة محرمة وغير محرمة وفي كل الاتجاهات. نتنياهو يبيع الوهم للناخب الإسرائيلي بأنه الوحيد القادر على حماية إسرائيل وأمنها، لكن من الواضح أنه يمارس حماقات غير محسوبة النتائج سوف تنعكس عليه سلبا، لأنه يتجاوز كل المحرمات وينتهك كل القرارات الدولية. وواضح أن نتنياهو يكذب على شعبه وعلى جيشه وعلى العالم عندما يحاول الظهور كبطل ومنقذ، وقد تلقى خلال الأيام القليلة الماضية صفعات أمنية على جبهتي الشمال والجنوب، وشاهدناه قبل يومين كيف يفر مذعورا إلى الملجأ بحماية حراسه ويقطع خطابا انتخابيا كان يلقيه في مدينة أسدود عندما سمع صافرة إنذار تحذر من سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من القطاع. ولعل إعلان نتنياهو العزم على ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال فوزه يعبر في أوضح تجلياته عن فكر عنصري توسعي رافض للسلام والحل العادل، ويضع المنطقة برمتها في مواجهة كارثية لن تكون إسرائيل بعيدة عن تداعياتها. استتباعاً لقرار ضم القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، أي أنه يضع المنطقة أمام برميل بارود هائل قد ينفجر في أي لحظة، ولن يكون العالم بأسره بمعزل عن تداعياته. وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فإن لدى العرب والمسلمين الكثير من أوراق القوة لاستخدامها في هذا الصراع الذي أعاده نتنياهو إلى المربع الأول، والقدرة على ردعه ولجمه وإعادته إلى حظيرة الهدوء التي خرج منها إذا ما حزموا أمرهم ووحدوا إرادتهم وامتلكوا قرارهم. إلى مقال آخر، وفيه عريب الرنتاوي يرى في صحيفة القدس الدستور أو في صحيفة الدستور الأردنية، يرى أن المحللين يرتكبون خطأين اثنين في تناولهم لتعهد نتنياهو ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت للسيادة الإسرائيلية. الخطأ الأول هو اعتبار هذا التعهد وعدا انتخابيا قد يجري الالتزام به وقد يجري التراجع عنه.
والخطأ الثاني اعتبار الموقف برمته تطورا نوعيا جديدا في الموقف الإسرائيلي حيال هذه المناطق. لم يسبق لحكومة إسرائيلية من قبل أن أقدمت على مثله. في الخطأ الأول نقول إن ما أدلى به نتنياهو وهو يخوض غمار معركته الشخصية السياسية الأخيرة مخيراً بين رئاسة الحكومة أو السجن هو ترجمة أمينة لمواقف اليمين الإسرائيلي ونظرية إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، حيث ينحصر الجدال بين تيارات اليمين حول نسبة ومساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتعين على إسرائيل إخضاعها لسيادتها. وفي الخطأ الثاني نقول إن إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة لم تقل يوماً إنها ستخلي منطقة غور الأردن أو ستنسحب عنها، ولم تتصور أي من هذه الحكومات سيادة فلسطينية حقيقية على هذه المنطقة. قيل في سياق المفاوضات إن إسرائيل ستبقي على ترتيبات أمنية ووجود عسكري ونقاط مراقبة وغيرها لمدة 99 عاماً قادمة. ما فعله نتنياهو بالأمس إنه طور هذا الموقف قليلاً من احتلال وبسط السيادة على الغور لمئة عام قادمة إلى احتلال ومصادرة وضم للأبد. في توقيت الإعلان لا يمكن إنكار أثر الحملات الانتخابية على تظهير هذا الموقف والتسريع في الكشف عنه، كما لا يمكن تجاهل موعد الكشف عما بات يعرف باسم صفقة القرن والذي من المتوقع أن يتم في غضون أسبوع أو عشرة أيام. في الدستور الأردني يتابع عرب الرنتاوي قائلا إن نتنياهو بخريطته التي عرضها استكمل مشروع خنق السلطة والفلسطينيين وتحويلهم إلى جيوب منعزلة منتشرة على أقل مساحة من الأرض وبأكبر عدد من السكان أو المقيمين داخل إسرائيل الكبرى. إلى مقال آخر، قال موقع ديلي بيست الأمريكي أن رئيس دونالد ترامب أبدى خلال الأسابيع الأخيرة انفتاحا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم 15 مليار دولار خطوط ائتمان لإيران مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي. ونقل الموقع عن مصادر على دراية بالمحادثات بين ترامب وماكرون قولهم إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية بمن فيهم الوزير مايك بومبيو منفتحون أيضا على الاقتراح الفرنسي. الموقع يقول إنه على الرغم من أن الرئيس ترامب لم يبدي موافقته على المقترح حتى الآن، إلا أنه بحسب المصادر أبدى استعداداً للتعاون بشأنه في عدة مناسبات الشهر الماضي، بما في ذلك أثناء اجتماعات مجموعة الدول السبع. وقالت عدة مصادر إن مسؤولين أجانب يتوقعون أن يوافق ترامب على التعاون بشأن المقترح الفرنسي أو أن يعرض تخفيف بعض العقوبات على طهران. ويشير الموقع إلى أن الصفقة التي قدمتها فرنسا ستعوض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية، وسيضمن النفط الإيراني الحد الائتماني البالغ 15 مليار دولار. ومقابل المال يتعين على إيران العودة إلى الامتثال للاتفاقية النووية التي وقعتها مع القوى الكبرى في عام 2015، وسيتعين على طهران أيضاً الموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية، وسيتعين على طهران الالتزام بمحادثات الشرق الأوسط الإقليمية في المستقبل. ويرى الموقع أن موافقة ترامب على الاقتراح الفرنسي يعد خروجاً كبيراً عن حملة الضغط الأقصى التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات مالية صارمة على النظام في طهران. ويشير موقع ديلي بيست إلى أن ترامب يدرس أيضاً عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الحالي. إلى المقال الأخير وهو من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي خصصت افتتاحيتها لقرار الرئيس دونالد ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وقالت الصحيفة إن رحيل بولتون كان منطقياً ومتأخراً مهما كانت الطبيعة التي رحل فيها، ولديه سجل في الدفاع والدعوة للعمليات العسكرية ضد أعداء الولايات المتحدة.
والتي رفضها ترامب، كما عارض المحادثات مع كوريا الشمالية وإيران التي يدعمها ترامب. لم يغير بولتون هذه المواقف لتناسب الرئيس، بل قاتل الذين حاولوا إرضاء أمان الرئيس، خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو. لكن ليس من الصعب لوم بولتون الذي خدم في الإدارات الجمهورية، فمواقفه الصقورية وعادته في الصدام مع البيروقراطية معروفة في واشنطن عندما عينه ترامب في نيسان العام الماضي. لأن ترامب الذي كان يبحث عن مستشاره للأمن القومي الثالث في مدى 15 شهراً تجاهل هذه الحقائق واختاره لأنه كان يستمتع بمقابلاته على التلفزيون، وكانت النتيجة هي مفاقمة الفوضى التي تميزت بها سياسة الإدارة الخارجية، مما ترك ترامب بدون إنجاز حقيقي. وترى الصحيفة أن بولتون لو ناسب مواقفه مع ترامب لبقي في منصبه وحقق بعض الإنجازات. ففي الأسبوع الماضي أقنع ترامب بالتخلي عن اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية الذي قامت الخارجية بالتفاوض عليه بعناية ولمدة عام تقريبا قبل توقيعه. وفي بداية العام ألمح أن على الخارجية التخلي عن عملها بشأن اتفاق مرحلي مع كوريا الشمالية يتعلق بالسلاح النووي، ودعا بدلا من ذلك نظام كيم جونغ أون إلى تسليم كل أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أدى إلى انهيار قمة هانوي بين ترامب وكيم. وتقول الصحيفة إن مستشار ترامب للأمن القومي الرابع لو استطاع الحصول على واحد فيجب أن يكون مطيعا أكثر من بولتون. نهاية المقالات، وننتقل وإياكم الآن إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة. البداية بهذا الخبر، حيث بدأت شركة جاستا الأمريكية إنتاج وبيع بديل نباتي لبيض الدجاج، عبارة عن مادة صفراء سائلة قابلة للخفق والقلي أو السلق، ومن المتوقع بيعه في المتاجر البريطانية بداية العام المقبل. وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن البيض النباتي يتم إنتاجه من بروتين اللوبيا الذهبية. والابتكار المنتج الجديد احتاج الرئيس التنفيذي للشركة جوش تيتريك إلى تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وفريق من علماء الأحياء وخبراء في النباتات للعثور على نبات ملائم من بين 390 ألف نوع ينمو على الأرض. ويشير تيتريك إلى أن العثور على المصدر الملائم للبروتين كان الجزء الأصعب، واستغرق الأمر 4.5 أعوام، مضيفاً أن الفكرة كانت موجودة لكن الحصول على مصدر نباتي للبروتين قابل للخفق وله خواص بيض الدجاجة كان معضلة. وتقدر تكلفة إنتاج البيضة النباتية حالياً بزهاء 15 سنتاً، بينما تبلغ تكلفة إنتاج بيضة الدجاجة 8 سنتات فقط. غير أن تيتريك يقول إن هدفه هو الوصول بالتكلفة إلى 4.7 سنت لا غير. إلى خبر آخر، أطلقت شركة في بيرو جهاز كمبيوتر محمولاً قامت بتصنيعه من الخشب في محاولة لإدخال تكنولوجيا جديدة بأسعار معقولة إلى المناطق النائية في البلاد. وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن الشركة العائلية كراسكوس، وهي مكونة من متخصصين في الكمبيوتر وخبراء تسويق، أنشأت واوا لابتوب بغلاف خشبي يمكن بسهولة تفكيكه لإصلاحه وعمل نسخ حديثة منه. وذكرت الشركة أن الكمبيوتر جاهز للوصول إلى السوق مقابل 235 دولاراً، ويمكن شحنه بالطريقة العادية الكهرباء أو بالطاقة الشمسية، ويبلغ قطره بوصة واحدة وهو خفيف الوزن. وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يؤثر إيجاباً على البيئة من خلال تقليل كمية النفايات التكنولوجية. بعد المقالات والأخبار ننتقل إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، دمتم وإلى اللقاء.